بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم إنا نسألك يا رب أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدخل السرور بها على قلبه وترده عنا وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم بلغه منا السلام، اللهم شفعه فينا ويسر أمورنا واشرح صدورنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأعنا على ما أقمتنا فيه ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وما بكم من نعمة فمن الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك وآمنا بك وسلمنا الأمر إليك، فردنا بما قسمت لنا ولا تعلق قلوبنا بما لم تقسمه لنا يا رب العالمين، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، وارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وذريتنا والمسلمين. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وذريتنا والمسلمين. اللهم اجعلنا مسلمين برحمتك أرحم الراحمين، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك، توفنا مسلمين واجعلنا من الصالحين يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن في أواخر أحكام الخيار، في فصل أحكام الخيار، وذكر فيها أنواع الخيار، ثم ذكر بعد ذلك بعض أنواع البيوع التي لا تجوز، وهو أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبين ما هو بدو الصلاح وشروطه. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان أيضا نوع من البيوع لا يجوز فيه حتى ولو بدا صلاحه أن تبيعه بمثله، إلا لما يبلغ درجة الكمال في الأجناس الربوية. فممكن أن يبلغ التمر مثلا، البلح يبدو صلاحه في صورة رطب، لكن لا يجوز أن تبيع الرطب ببدلها تمر، لأنها جنس ربوي، والجنس الربوي يشترط فيه التماثل، والتماثل أنت لا تعرف قدر الماء في الرطب، وبالتالي مجهول، فلا تستطيع أن تبيع الرطب بالرغم بدو صلاحها بجنسها من التمر لأنها جنس ربوي. فيبقى ليس كل ما يبدو صلاحه يمكن بيعه مطلقا، لا، يستثنى الأجناس الربوية إن كانت تباع بمثلها حتى تبلغ درجة الكمال التي بها تتحقق من شرط التماثل أيضا. وعلشان كده عرج على هذا النوع مباشرة بعد عدم جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فربما يتطرق لذهن القارئ أو الدارس أن الثمر إذا بدا صلاحه يجوز بيعه مطلقا. لا، ليس مطلقا، إن كان بغير جنسه فمطلقا، إما إن كان بجنسه وجنس ربوي فلا بد أن تنتظر إلى حال، فلا يجوز أن تبيع مثلا عنب بزبيب وهما الاثنين جنس واحد، لكن العنب فيه ماء والزبيب بغير ماء، فكيف تتحقق التماثل إلا أن يجف العنب ويتزبب، وبالتالي لا يجوز بيع العنب بزبيب، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، بالرغم أنه يعني بدا صلاحه، إلا لأنه جنس ربوي يجب أن تتوفر شروط أخرى بجانب شروط بدو الصلاح، أيضا تحقق التماثل والتقابض والحلول. فبدأ يتكلم هنا على نوع آخر من البيوع التي لا تجوز، ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا. ما فيه الربا يعني الجنس الربوي،
ما فيه الربا. واحنا قلنا الاجناس الربويه عند الشافعيه هي النقدين الذهب والفضه، والعله فيها النقديه ليس الثمنيه، النقديه مهمه وده باجماع الفقهاء، ولم يقل العله الثمنيه الا ابن القيم وابن تيميه ومن وافقهم قله جدا من علماء المسلمين، ولكن العله النقديه وليست الثمنيه، وبالتالي ليس كل ثمن يكون جنس ربوي، وبالتالي الاوراق الماليه بالرغم ان هي فيها الثمنيه الا انها ليست جنسا ربويا لانها ليست فيها النقديه، ليست ذهبا ولا فضه، وده نقطه هامه هينبني عليها تفصيل بعد ذلك في الاحكام. فيبقى عندنا الاجناس الربويه النقديه الذهب والفضه والمطعوميه، كل مطعوم عند الشافعيه، والقوت المدخر عند المالكيه، وكل موزون مكال عند الاحناف، وكل جنس مطلقا عند ابو الحسن، عند الحسن البصري وغيره. في حوالي ثمان مذاهب، ثمانية مذاهب في تعريف الأجناس الربوية، منها من حجرها على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بغير قياس كالظاهرية، ومنهم من قاس واختلفوا في طريقة القياس كما قدمنا قبل ذلك في مقدمة باب الربا. ولكن نحن نتكلم في كتب الشافعية، فلما يتكلم على جنس ربوي بيتكلم على المطعوم، كل مطعوم سواء هذا المطعوم مقتات مدخر او فاكهه او خضر، مكيل موزون معدود، كل ده مطعوم، ولو توابل ولو ماء، فالماء ايضا مطعوم فهو جنس ربوي، والدواء مطعوم لانه يؤخذ بالفم، اما ما يؤخذ عن طريق الحقن فليس بمطعوم، فليس جنسا ربويا. فالادويه المعطاه عن طريق الفم هي الأدوية التي تكون جنسا ربويا عند الشافعي لأنها مطعومة، أما الأدوية التي تؤخذ عن طريق الحقن فليست جنسا ربويا عند الشافعية، وإن كان أصلها طعمي كالجلوكوز مثلا، جلوكوز أصله سكر بيتاخد بالفم، لكن أنت أحيانا بتاخده عن طريق الوريد فيبقى ليس جنسا ربويا إذا أخذته عن طريق الوريد، لكن إذا أخذته لتشربه صار جنسا ربويا. واضح؟ يبقى الدواء والبهارات والتوابل والفاكهة والخضروات وكل مطعوم مقتات مدخر وغيره، كل دي اسمها أجناس ربوية عند الشافعية. العلة فيها الطعمية، وطالما العلة الطعمية إذا اختلف الجنس واتحدت العلة سقط شرط التماثل في التبادل، ولكن يبقى شرطان وهو التقابض والحلول، يدا بيد، يدا بيد أو هاء بهاء، يبقى حال بلا نسيئة. لكن لو اتحد النوع واتفقت العلة، يعني تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، أرز بأرز، ذرة بذرة، يبقى هنا يشترط ثلاث شروط، التماثل والتقابل والحلول. يبقى لازم التماثل يبقوا متماثلين بالظبط، وزنا بوزن، مثلا بمثل، مع التقابض والحلول، لأن التماثل يمنع ربا الفضل، والتقابض يمنع ربا اليد، والحلول يمنع ربا النسيئة. يبقى احنا عندنا ثلاث أنواع ربا لازم نتجنبهم، ربا الفضل وربا اليد وربا النسيئة. ثم بعد ذلك يبقى النوع الرابع والأخير وهو الذي لا يشترط فيه الجنس الربوي، وهو ربا الدين كل أو القرض، ربا الدين او ربا القرض، كل قرض جر نفع فهو ربا، فلا يشترط فيها الجنس الربوي. يبقى في القروض يدخل فيها الربا اذا جر النفع بغير، بغض النظر عن الجنس، ولكن يشترط الجنس الربوي في ثلاث انواع من الربا، والنوع الرابع لا يشترط فيها الجنسيه. واضح؟ ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا بسكون الطاء المهملة، وأشار بذلك إلى أنه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال. الرطب ليست حالة كمال للتمر، لأن الرطب ممكن يتعفن ويحتاج إلى طريقة معينة للحفظ، ولا يمكن خزنه ولا يصير قوتا مدخرا، وبالتالي ليس حال كمال. حال كمال المطعوم أن يصير قوتا مدخرا، ده حال كمال المطعم. إنما الرطب وإن كان بدأ صلاحه إلا أنه ليس في كمال حاله، لسه يحتاج إلى أن يتحول إلى تمر قبل ذلك، بعد ذلك.
ولذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا الرطب بالرطب كمان، لان بتتفاوت كمية المياه في انواع الرطب المختلفة، فانا مش هعرف اجزم كمية المياه هنا 20% وهنا 30% وهنا 40% ولا لا، وبالتالي ما ينفعش رطب برطب برضه، الا في العرايا هنبقى نشرحها بعدين. استثناء النبي صلى الله عليه وسلم ايه، استثنى من انواع الربويات حاجة اسمها العرايا لمصلحة امته، هنشرحها بعدين. واشار بذلك الى انه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال، بيع الربويات اللي هي ايه، المطعومات، في كتب الشافعية المطعومات. فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب، طب ما هو العنب والعنب الاثنين فيهم مية، ما ينفعش مع بعض، لان كمية المياه اللي العنب تتفاوت من نوع لنوع ومن حبة لحبة، مش كده برضو؟ وبالتالي ما ينفعش ابيع عنب بعنب. ليه؟ لعدم تحقق شرط التماثل. فلو خدت كيلو عنب بذر بكيلو عنب بناتي واقول انا كده واخد كيلو بكيلو، ده مش متماثل، لان حجم العنبة تختلف وكمية المياه تختلف في كل نوع، وبالتالي ده مش متماثل، بقوم ده كيلو وده كيلو، يبقى ما ينفعش ابيعه الا لما يتذبذب، يعني يفقد مياه. فهمت؟ يبقى فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب ولا رطب برطب كذلك. ثم استثنى المصنف مما سبق قوله الا اللبن، اي فانه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبينه. واطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمخيض والحامض والمعيار في اللبن الكيل، حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وان تفاوت وزنا. يبقى العبرة في اللبن الكيل، عشان احقق شرط التماثل في اللبن الكيل. ولان اللبن ليس له حال كمال، بل هي صور مختلفة لأحواله وليست حال كمال، لا تستطيع أن تقول أن الزبد حال كمال اللبن، ولا القشطة حال كمال اللبن، ولا الرائب حال كمال اللبن، ولا الشرش حال كمال اللبن، ما تعرفش. يبقى ليس له حال كمال، وبالتالي طالما ليس له حال كمال يستثنى، فيجوز بيع اللبن باللبن، الحليب بالحليب. واضح؟ يستثنى ليه؟ لصعوبة الاحتراز ولأنه ليست له حال كمال. واضح؟ لصعوبة الاحتراز، لأنه مش هعرف احترز إن أنا إيه أحسب كميات المياه في اللبن الشهدي قد لبن الشهدي أو لبن الجاموسة، أهو كله لبن. يعني لبن جاموسة زي لبن شهدي، اسمه لبن. ما بصش أنا جاي من أي مصدر. فلما أبيعه لازم يتحقق شرط التماثل، والتماثل يتحقق في اللبن بالكيل لا بالوزن. بالكيل لا بالوزن. واضح؟ طب ليه بالكيل لا بالوزن؟ لأن العرف عرف النبي. واضح؟ أيام النبي اللبن كان بيتاخد إيه؟ بالكيل، يبقى يفضل اللبن بالكيل. أيام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان البر بالكيل، يبقى يفضل بالكيل. يبقى معيار التماثل فيه الكيل. ما كان مكيلا في عصر النبوة يبقى معيار التماثل فيه الكيل، وما كان موزونا في عصر النبوة يكون معيار التماثل فيه الوزن. ولو تغير العرف، لو تغير العرف. طب عايز تخرج من أزمة الربا، أصبح القمح الآن يباع بالكيلو ولا يباع بالكيل في زماننا، يبقى ما تشتريش قمح بقمح، اشتري قمح بأوراق مالية بأي جنس آخر، وابعد عن الربا، بس سهلة. لكن عايز بقى تشتري قمح بقمح، يبقى التزم بقى، يبقى بالكيل. واضح؟ نشوف كلام الشيخ البيجوري قايل ايه على هذا الموضوع. قول: ولا يجوز بيع ما فيه الربا الى اخره. هذه المسألة من مسائل الربا، فكان الاولى ذكرها فيما تقدم، ولكن لم يشر الشيخ البيجوري ليه جابها هنا، وان كان انا ربنا اكرمني فهمت انا ليه جابها الشيخ هنا، لان الرطب فيه ايه، بيان بدو صلاح، فجاء بعد بدو الصلاح انه ليس كل ما بدا صلاحه يجوز بيعه الا بشروط. واضح؟ فدي العلاقة، وان كان لم يرد يبين هذه العلاقة احد من شراح ايه ولا المحشين.
وهذه المسألة من مسائل الربا، فكان الأولى ذكرها فيما تقدم. ده كلام مين؟ الشيخ البيجوري. لكن ما كانش ليها المناسبة، هنا بقى كان مناسبتها، إن هنا بدا صلاحه ولا يجوز بيعه لعلة أخرى. وقد مرت الإشارة إليه اللهم إلا أن يقال ذكرها هنا لمناسبة ذكر الثمرة قبلها، ومعلوم أنه لا يصح أيضا كما أشار إليه الشارح بالتفريع. الشارح، هي كتبها الشرح، هي الشارح. ممكن تحط ايه واحد كده فوقيها اللي هي الالف، يعني اللي زي في القرآن. انت كتبها الشرح عندك؟ اصل كانت اللغة القديمة كان الالف اما تيجي في وسط الكلمة ما يكتبوهاش، يكتب بس ايه، يحطها فوقيها كده زي القرآن، ما هو مكتوب باللغة القديمة، يقول لك السماوات، يروح يكتبها ميم واو، مش كده برضو؟ ميم واو، ما يعملش ميم الف، لأن الألف جاية في وسط الكلمة، فما يكتبش الألف اللي في وسط الكلمة. ده نظام كده إيه، الكتابة زمان. حتى يقول لك مثلا عبد الحارث، يكتبها الحرف وأنت تقرأ الحارث، لأن الألف جاية في وسط الكلام. فهنا برضو الشارح هنا كاتبها الشرح، وتقرأ الشارح على إيه، على اعتبار إيه، الإملاء القديم. الإملاء القديم كان بيعتبر النظام كده. وقوله بجنسه بخلاف ما إذا كان بغير جنسه. طب لو اختلف الجنس خلاص مش محتاجين تفاضل، يعني ممكن أنا أبدل كيلو رطب بكيلو ونص عنب، تفرقش، ما هو ده العنب غير الرطب، الجنس اختلف، فيبقى يجوز فيها التفاضل، مش مشكلة عندي. واضح؟ إذا اختلف الجنس سقط شرط التماثل، فيجوز التفاضل بخلاف ما إذا كان بغير جنسه فيجوز ويصح. خد بالك، فيجوز يعني يباح، ويصح يعني يكون صحيحا في الشرع، لعدم اشتراط المماثلة عند اختلاف الجنس. وقوله رطبا أي في الجانبين، كالرطب بالرطب والعنب بالعنب واللحم باللحم من جنسه، أو في أحدهما. يعني ما روحش أنا ابدل كيلو لحمه بكيلو ونص لحمه من نوع تاني، جملي مثلا، ما ينفع، او كله لحم، كله لحم طالما الذبح كله لحم، فما ما ينفعش، علشان برضو اللحم جنس ربا ولانه مطعوم، مش كده برضو؟ او في احدهما كالرطب بالتمر، يعني يا اما الاثنين رطبين رطب برطب، او احدهما رطب والاخر غير رطب كالرطب بالتمر وكالزبيب بالعنب. كل ده ما ينفعش الا في مسألة العرايا. ايه هي العرايا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها في حدود 5 أوسق لضرورة احتياج الناس. لما يجي الرطب يظهر في المدينة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، بيبقى الفقراء ما عندهمش رطب لان ما عندهمش نخل، الفقير ما عندوش نخل، لكن هو عنده تمر ايه مخزنه، تمر وعجوه مخزنه، فيقوم عياله يشتاقوا للرطب في اوان الرطب، وهو ما عندوش اصلا مال يشتري رطب لاولاده، اولاده قاعدين يعيطوا كل يوم يا بابا عايزين رطب، عايزين رطب، البيت فيه تمر وعجوه لكن هم عايزين رطب، وهو معهوش مال، لا دنانير ولا دراهم، راجل فقير، لكن عنده مخزن في بيته حاطط فيه تمر عشان ياكل منه، وعنده عجوه، ولو قلنا له لو تبدل العجوه بالرطب كده ربا، بس هو عايز رطب دلوقتي، يعمل ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم تيسيرا على امته ورفعا للحرج عليهم اجاز بيع التمر بالرطب خرصا، يعني بالتخمين كده بدون تحقق شرط التماثل، لضرورة حاجة الفقير في حدود 5 أوسق ما يزيدش، وإلا ما زاد عن 5 أوسق يبقى ربا. يبقى هو النبي له التصريف في التشريع اهو، يعني النبي يجي في بعض أنواع الربا يقول لك، يقول لأمته كلوها، وهي ربا، هي ربا، خدنا تصريح من النبي، رخصة أهي العرايا ربا، وأجازها النبي لأمه لعموم الحاجة إليه. يبقى له ان يتصرف في التشريع صلى الله عليه وسلم، لانه رسول الله، مش كده؟ له ان يتصرف في التشريع،
ومظاهر تصرف النبي في التشريع كتيرة. يعني لما جاله الراجل اللي ذبح قبل الصلاة قال لك هي لك أضحية ولغيرك لحم، يعني استثناء قال له ليك أضحية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز ان الموظف من قبل الحاكم انه يقبل اي هدية فوق راتبه، واعتبرها رشوة، الا سيدنا معاذ بن جبل قال له اني احل لك الهدية لما عينه قاضي في اليمن. قال له انا حللتك ليك انت بالذات الهدية، خدها انت ليك انت، مش رشوة، واللي باقي لهم رشوة. شفت ازاي؟ له ان يخص من شاء، يسموها حوادث حال، يسموها الفقهاء حادثة حال، يعني خاصة. كما اجاز سيدنا علي انه ينام في المسجد وهو جنب، سيدنا علي بس اللي يقدر ينام في المسجد وهو جنب، استثناء من النبي. قال له نام انت يا علي وانت جنب، اي واحد تاني اوعى، ممنوع حرام. له استثناءاته صلى الله عليه وسلم لامته، لانه جعله الله سبحانه وتعالى رسولا عنه للبشر، والوكيل ياخذ احيانا بعض احكام الاصيل. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستثني، فاحيانا يستثني بعض اعيان امته، واحيانا يستثني لامته ليوم القيامه، زي في العرايا. العرايا ربا ليوم القيامه، الا انها جائزه للامه طول الزمان لحد ما تقوم القيامه، حتى ولو لم تظهر الحاجه اليها في هذا الزمان، حتى ولو لم تظهر الحاجه اليها في هذا الزمان. واضح؟ ليه؟ عشان يعين أهل الصدقات على الصدقات، ويعين الفقراء على أنهم يأكلوا الرطب مع أولاد الأغنياء. لأن على ما يستنوا، مش على ما يبقى رطب ويجي لهم فلوس هيبقى تمر، يبقى العيال هتفضل محرومة من الرطب، ويبقى الفقير عمره ما هياكل الرطب. واضح؟ وكان كمان بعض الأغنياء اللي هم عندهم نخل في المدينة زمان، كان بيجي على 10 نخلات كده، ولا 8 نخلات، ولا 5 نخلات، يحوطهم ويقول دول للفقراء، ويسمح للفقراء يخشوا ياخدوا منه ياكلوا منه. هو عنده 100 نخلة مثلا، يجي لك في 5 يحوطهم ويقول دول للفقراء في الموسم لما تثمر. ومتعود على كده من ايام ابوه، من ايام جده، عادة عنده. يجي الفقراء فرصة بقى، داخلين طالعين، ايه، يخلوا عيالهم يطلعوا على النخلة ويجيبوا التمرة ويرموا الطوب ويعملوا، فبوظوا له الدنيا. يجي يدخل عشان يراعي بقية نخله، يلاقي الفقراء عاملين له زحمة. حاجة من الاتنين، يا إما يبطل ويكرشهم ويمنع الخير اللي اعتادوا، يا إما يسمح لهم مع وجود الحرج ويضايقوه، وكل يوم قاعدين مالين البتاع، لا عارف يدخل هو ومراته ولا عياله ولا العمال يشتغلوا فيه، وعاملين طوابير جوه، وجايبين عيالهم قاعدين يطلعوا فوق النخله وينزلوا فوق النخله شغلانه. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز العرايا من اجل ايه؟ انه لا يقطع عاده اهل الخير. يوم يجي الراجل الطيب ده اللي هو بتاع النخل، صاحب النخل، يقول للفقراء اقعدوا تعالوا هنا، مش ال5 نخلات دي بتاعتكم؟ طيب انا هجيب واحد يقول لي ان الرطب اللي عليها ده يساوي قد ايه تمر، هديه لكم من المخزن، مش عايز اشوف الشوكو تاني. واضح؟ عشان يستريح ويبقى في نفس الوقت ما قطعش الخير. واضح؟ فيقوم يجي واحد يبص لل5 نخلات كده وهي رطب، يقول الرطب اللي في ال5 نخلات دول لما يبقى تمر هيبقى حوالي 500 كيلو. خبرته بتقول له كده. اهو ده مش مفيش تحقق شرط التماثل اهو، بالرغم من كده يجوز شرعا طالما في حدود 5 اوسط. 5 اوسط. الوسط حوالي يعني 150 كيلو، يعني في حوالي 750 كيلو. في حدود 750. يوم يقول ال5 نخلات دول يجيبوا 500 كيلو، اي يجيبوا 500 كيلو، يقول لهم طب تعالوا بقى ورايا على المخزن. يحمل لهم 500 كيلو تمر ويقول لهم مش عايز اشوف وشكم تاني، تيجوا هنا عندي. يلا مع السلامة. كل سنة وانتم طيبين. ويقول للحارس بتاعه ما ندخلش حد تاني. ويبقى عمل الخير وفي نفس الوقت ايه، حافظ على خصوصيته. واضح؟ يبقى الفقير ليه منفذ يجيب رطب لاولاده، والغني ليه منفذ يستمر في عمل الخير وفي نفس الوقت ما يتأذاش من ايه، من هجوم الفقراء عليه. كل ده يجي من ايه، من فعل النبي في اجازته للعرايا لامته صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي له ان يتصرف في التشريع، له ان يتصرف في التشريع.
يجي واحد يسأله يا رسول الله في الحج إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يقوم واحد يسأله أفي كل عام يا رسول الله؟ يقوم الرسول لا يعرض عنه وينشغل في كلام آخر. فالرجل يسأل تاني والرسول يعرض عنه، ويسأل تالت والرسول يعرض عنه، يقوم الرسول يقول له إيه؟ ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. يبقى كلام النبي مجرد يقول نعم تجب، يبقى وجوب الحج على لفظ النبي. شوف قد ايه بقى، هو له التشريع، شفت بقى، يبقى له التصريف في التشريع. ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، شفت بقى. ويقول برضو لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. يعني هو كان مخير ان يؤمر امته ويوجب عليهم السواك، الا انه اختار ان يجعله مستحبا وليس واجبا حتى لا يشق على امته. يبقى النبي له التصريف في التشريع، يجعل بعض الواجبات مباحات، ويجعل بعض المباحات مستحبات، ويجعل بعض المحرمات مباحات. شفت قد ايه له التصريف في التشريع. ان خص بها بعض الافراد تسمى حادثة عين، وان خص بها سائر الامة يسمى رفع حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، واضح؟ اي من ضمن ابواب رفع الحرج العرايا. قصة العرايا دي اي فيها عين الربا، فيها التمر بالرطب خرصا بغير تحقق شرط التماثل، فيما دون 5 أوسق، بالشروط دي كلها، واضح؟ وعشان كده قال هنا ايه، الا في مسألة العرايا استثناءه، وهي بيع الرطب على النخل بتمر، وبيع العنب على الشجر بزبيب. نفس الحكاية، الفقير يبقى عنده زبيب وابنه يقول له عايز عنب يا بابا، واضح؟ يقوم برضه يقدر ياخد من تبع العراية، نفس الحكاية، يبدل شوية عنب بشوية زبيب خرصا طالما في مدون ايه 5 أوسق. خرصا، خرصا يعني تخمينا، يبقى الخرص يعني التخمين، والعنب خرصا في الرطب والعنب، وكيلا في التمر والزبيب. يبقى يجي العنب والرطب يقول تخمينا كده دي لما تبقى زبيب هتبقى كذا كيلا، واضح؟ فيما دون 5 أوسق، والوسق 12 كيلا، والكيلة 5 آصع، يبقى الوسق 60 صاع، واضح؟ سهلة. والصاع 2.5 كيلو، الصاع 2.5 كيلو، والصاع 4 أمدد، المد ربع صاع. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا، رخص في ايه؟ في بيع العرايا صلى الله عليه وسلم. احنا بودنا واحد كده من طلاب العلم يقعد ينقب لنا في كتب الفقه والأصول والحديث في الأشياء التي تصرف فيها النبي في التشريع، يعملها لنا كتاب كده ويجيب لنا أحاديث وأحكام ومن ضمنها العرايا. وده ممكن يبقى باب في الفقه وكتاب يؤلف، لا يوجد له مثيل، ما حدش ألف في هذا الموضوع. النبي له التصريف في التشريع وله التصريف في الأكوان أيضا، خد بالك. يعني التصريف في الأكوان ده عايز كتاب. كان يتصرف في الأكوان، يشير للسماء تمطر، يشير للقمر ينشق، يشير إلى السماء تبطل مطر، يقول له ناولني زراع وهو دبح شاة واحدة يناوله زراع، يقول له ناولني زراع تاني يناوله زراع تاني، يقول له ثالث مرة ناولني زراع، يقول له وكم للشاة من زراع؟ قال والله لو لم تعترض لناولتني الزراع ما سألتك. ويدي له الجريدة تبقى سيف في ايده، وهكذا نواحي. يبقى النبي له التصريف في التشريع وله التصريف في الأكوان صلى الله عليه وسلم. فالتصريف في الأكوان دي عايزة مؤلف، والتصريف في التشريع عايزة مؤلف.
لكنه هتلاقيه متنطور في دلائل النبوه وفي كتب الخصائص وفي كتب الفقه. عايز بقى حد من طلاب العلم يقعد يفتح كل الكتب دي وينقي الاحداث دي كلها ويروح عاملها في كتاب واحد، هيبقى كتاب لطيف مفيد. انا لو فاضي كنت عملته، لكن انا مش فاضي، انا بقترح بس. لما بطل جراحه بقى وربنا يتوب عليا من جراحه. لأنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ولا يختص بيع العرايا بالفقراء. خد بالك اهو، هو كان السبب الدافع الأول في إن النبي رخص العرايا كان الفقراء، لكن لما رخصوا النبي رخصوا لعموم الأمة. فبقى خلاص كل الناس تستعمل في العرايا، حتى لو واحد غني ممكن يروح يجيب في حدود 5 أوسق يبدل رطب بتمر. واضح؟ ولا يختص بيع العرايا بالفقراء لإطلاق أحاديث الرخصة، ولو زاد على ما دون 5 أوسق لم يصح إلا في صفقتين، فيصح إذا كان كل عقد فيما دون 5 أوسق. يعني إمتى ينفع العرايا أكثر من 5 أوسق؟ النبي بيقول فيما دون 5 أوسق، ودي حيل الفقهاء. الفقهاء برضو ليهم حيل، إنها تبقى في صفقتين. يعني اروح اخد منه عنب بزبيب 4 أوسق، واخد منه تمر برطب 4.5 أوسق، مجموع الاثنين اكتر من 5، لكن صفقتين مختلفتين تجوز. واضح؟ لكن لو صفقة واحدة ما زيدش عن 5. فهمت كلام الشيخ؟ فيصح إذا كان كل عقد فيما دون 5 أوسق. يبقى الفقهاء بيبقى ليهم أساليب في الحيل، يسموها حيل الفقهاء، وأحيانا يغير كمان مناط الحكم. يعني من ضمن حيل الفقهاء وسائل حيل الفقهاء كتيرة، منها كده يعدد الصفقة، ومنها غير مناط الحكم دليل. يعني واحدة مثلا زوجها طلقها 3 طلقات، خلاص ما يعرفش يرجع. يعرف يرجع؟ انا ما ينفعش حتى تنكح زوجا غيره، الشرع كده. الست دي اصلا مخلفه 5 عيال وجوزها ده البيت هيتخرب والعيال هيضيعوا، وما ينفعش تروح تتجوز غيره، وهي اصلا ما فيش حد هيتجوزها اصلا، مستقبلها ضاع وهيضيع معاها العيال. تروح للشيخ تعيط له، الشيخ عايز يحل الازمه، عايز يرجعها لجوزها والشرع مكتفه. يعمل ايه الشيخ؟ يقوم يغير المناط، يقول لها هو انت لما اتجوزتي في جوازه من الزواج، الزيجات اللي زوجتيها له كانت بولي او بغير ولي؟ تقول له لا، ده انا اول زواج ليا اتجوزته من غير ولي، وابويا كان مسافر، وبعدين لما رجع لقاني متجوزه بقالي سنه فبارك لي وعداها. قال لها خلاص يبقى الزواج الاول ده باطل عند الشافعيه، يبقى انت طلقك مرتين بس، ردها. شفت بقى الفقيه فكر ازاي؟ فهمت بقى؟ دي وسائل بيبين لك ازاي الفقه الاسلامي اصلا مخ الفقيه مترتب انه يراعي شرع الله ويرفع الحرج. لازم الاثنين. ما ينفعش يرفع الحرج على حساب شرع الله، ولا في نفس الوقت يتمسك بشرع الله وله منفذ ويعمل حرج على المسلم. لأن ربنا قايل إيه؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهمت بقى تغيير المناط؟ فهمت إزاي؟ مناط الحكم. حاجات دي يسموها حيل الفقهاء. إحنا ما ننصحش إن الإنسان يقع في مثل هذا، لكن أحيانًا الفقيه بيقع. يبقى عنده وسيلة لإنه يعرف يفكر ويعمل إزاي. زي واحد مثلا يقول لمراته وهي طالعه السلم لو طلعتي او نزلتي تبقي طالق. الله، وهي بين السماء والارض كده. طب هتعملي دي؟ تفضل واقفه على السلم ويبعتوا يجيبوا الفقيه؟ ما اصل دي الثالثه، دي نمره ثالثه، دي نمره ثلاثه. يعني لو طلقت خلاص مش هينفع يردها، والبيت هيتخرب والعيال هتضيع وتبقى اطفال شوارع.
وهيتبني عليها مشاكل كتيرة. وده راجل مخه طائق، مدخل الطلاق في كل حاجة، راجل سفيه، واحنا عندنا المحافظة على البيت أولى من سفاهة هذا السفيه. فهمت بقى الفقيه قاعد يفكر ازاي؟ قاعد الحاجات دي كلها قلقاه. مش مسألة تلاعب بالدين، ده مسألة ايه؟ تحقيق مقاصد الشرع، وفي نفس الوقت عدم الخروج عن نصوص الشرع. ودي مسألة ما يعرفش يوزنها إلا واحد يتقي الله. مش ياخد له قرشين من الراجل يقوم يقول له ما يجراش حاجة، لا. المسألة مش مسألة رشاوي، ده مسألة شرع الله. يقوم يروح للفقيه يقول له أنت قلت إيه؟ يقول له أنا قلت لها لو طلعت أو نزلت تبقي طالق، وكانت هي على آخر درجة على السلم، وأنا سايبها في البيت واقفة زي ما هي. تعال حل لي المشكلة دي. كويس. يقوم يجي الفقيه يقول لها إيه؟ قولي له خالعتك على 10. يقلبها خلع، بدل طلاق يبقى خلع. هي ما اتحركتش، خلاص ما وقعش الطلاق، بس عايزة تتحرك عشان تنزل من غير ما تتطلق. واضح؟ يقوم يحولها إلى خلع، والخلع ليس له حكم الطلاق، ما يتحسبش من الطلاقات. ده الراجح عند الفقهاء كده، الخلع ما بيتحسبش من الطلاقات. واضح؟ فيقوم تقول له قولي له خالعتك على 10، 10 جنيه 5 جنيه أي حاجة، وهو يقول قبلت. خلاص يبقى اتخلعت ونزلت، اتخلعت منه واتخلعت من السلم. فهمت بقى ازاي؟ انا بدي لك ان دراسة الفقه بتعلمك حاجات كتيرة تانية، لدرجة ان الفقهاء ألفوا في كتب حيل الفقهاء، ألفوا فيها مخصوص عشان يعلم الفقيه مش يحتال على الشرع، لا، يحتال للشرع لتحقيق مقاصد الشرع، وليس يحتال على الشرع. واضح؟ الناس اللي مش فاهمة الدين يقروا الكتب دي يقول لك شوف بيتلاعبوا بالشرع، ده مش فاهم، ده مش فاهم، لأنه نيته سيئة. عمر ما في واحد مسلم محترم بيحتال على الشرع، يحتال على ربه؟ لا، ده بيحتال للشرع الشريف عشان يحافظ على مقاصد أخرى مهمة. خلاص هي خلعت نفسها الحمد لله ب10 جنيه واديته ال10 جنيه، أو حتى هو يقبل ب10 ويقول لها خلاص أنا وهبتهم ليكي، وهي ما تدفعش حاجة من جيبها وتبقى مخلوعة، وبعد كده يعقد عليها بعقد جديد ومش محتاج ينتظر عدة لأنها زوجته. سهلة؟ سهلة. واتحلت الأزمة ونزلت من على السلم؟ نزلت من على السلم. وما تخربش البيت؟ ما تخربش البيت. وهكذا. يبقى دي طريقة الفقيه ازاي يفكر في المسائل العويصة ويحتال للشرع لا يحتال على الشرع. ودي لا يصل اليها الفقيه الا لما يكون عنده دربة وميراث طويل بالفقه وبجميع ابواب الفقه، وفي نفس الوقت عنده تقوى من الله، وفي نفس الوقت عايز يرفع الحرج عن الناس. مش مسألة تساهل قد ما هي رفع حرج. الناس اللي مش فاهمة عايزة أحكام زي السيف تقطع وتعور، لا، الشرع مش عايز يعور، الشرع عايز يربى الصدر، مش عايز يعور حد. فهمت بقى الحكاية؟ ويأدب الناس. فأدي المسألة. عشان كده قال لك في العراية، بالرغم إن الرسول قال فيما دون 5 أوسق، يقول لك آه ينفع عراية أكتر من 5 أوسق لو كانت في صفقتين. يبقى نفذ شرع الله وخلى للتاني يحقق مصلحته في الحصول على ايه؟ على النوعين بصفقة اكتر من 5 أوسق، وفي نفس الوقت ما ايه؟ ما ضيعش شرع الله. واضح الكلام؟ تيجي انت باب الورع بقى، باب اضيق، باب الورع اضيق من باب الفقه. الفقه فيه الحيل، الورع في ترك كل شميمة شبهة. ده بقى ايه؟ الاخذ بالاحوط. يبقى الورع يكون على نفسك لا على الامة. الامة تعاملها بالفقه لرفع الحرج، وأنت في سلوكك مع نفسك تتعامل بالورع والاحتياط. يبقى عندما تفتي الناس تفتي بالفقه، وعندما تفتي نفسك تفتي بالورع. فهمت بقى ازاي؟ الحاجات دي كلها لازم سلوكيات يفهمها الإنسان. قوله بسكون الطاء، بسكون الطاء بيقول رطبا، رطب من الأحسن تقرأ رطبا، ولا يصح بيع ايه؟
بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، لحسن تفتكر ان جنس الربا ما ينفعش ابيعه بالرطب، تفهم العبارة غلط خالص. لا اقول لك رطبا بسكون الطاء. في حد عايز قهوة؟ بس انا مش هشرب تاني فرصة. عاملها تقيلة قوي، لو شربتها كلها دي هسهر للصبح، مش عارف عاملها ليه تقيلة دي. ده هيقعدني لحد ما احنا خلاص خلصنا الدروس، ده اخر درس ان شاء الله اجازة الثانوية. نلتقي ان شاء الله بعد كده بقى بالخميس الثاني من شهر 10، 11 خميس 11، خلاص حلو بعد العشاء عشان هيبقى التوقيت اللي بتاع ربنا، انما احنا دلوقتي في التوقيت بتاع الحكومه. توقيت الحكومه اللي هو بيقدمه في الساعه ساعه، واخد بالك؟ فيبقى التوقيت بتاع ربنا الدرس بتاعنا فيه بعد العشاء. منا لربنا جميعا يا سيدي، منا لربنا جميعا يرحمنا. لقيت راجل عجوز كده في احد المساجد ايام بيغيروا التوقيت ده، يقول يا اخي شوف الشيطان بيقول ولا يغيرن خلق الله، مش الزمن ده خلق الله؟ ولا يغيرن خلق الله، غيروا خلق الله. واحد زعلان قاعد في زاويه، راجل عجوز عنده 70 سنه. قلت له يا سيدي ما جراش حاجه. فبيقول هنا ايه؟ بسكون الطاء أي مع فتح الراء، بخلاف رطبا، بخلاف الرطب بضم الراء وفتح الطاء، فهو فرد من أفراد الرطب بفتح الراء وسكون الطاء. قول وأشار بذلك أي بقوله ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، وقوله إلى أنه يعتبر في بيع الربا الربويات أي التي هي النقود والمطعومات حيث بيعت بجنسها كما هو الظاهر. إلى أنه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال. وقول حالة الكمال أي الاشتراط، أي لاشتراط المماثلة. المماثلة اللي هي إيه؟ اللي هي الوزن بالوزن والجنس والكيل بالكيل عند اتحاد الجنس، وهي لا تعتبر الا في تلك الحاله، الحاله اللي هي حال الكمال يعني. قول فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب، ثم استثنى المصنف مما سبق قوله تفريع على كلام المصنف، والظاهر ان مثلا مقدمه من تاخير، والاصل فلا يصح بيع عنب بعنب مثلا، اي ولا رطب برطب، ولا بيع عنب بزبيب، ولا رطب بتمر. قوله الا اللبن، الا اللبن اي وما شابهه من سائر المائعات كالادهان، زيت بزيت، زيت بزيت، فهمت؟ ده مطعوم برضه لكن يستثنى، واضح؟ ان لم يختلف اصلها، إن لم يختلف أصلها. يبقى هنا لبن بقري بلبن إيه؟ بلبن بقري يجوز بيعه. لبن بقري ببقري، طب لبن بقري بمعز بلبن معز، يبقى يجوز التفاضل لأن اختلف الجنس. واضح؟ لبن إبل بلبن جاموس يجوز لاختلاف الاصل طالما اختلف الاصل. ان لم يختلف اصله الا فهي اجناس كاصولها كدهن ورد ودهن بنفسج، وان كان اصلها الشيرج على الوجه الوجيه، وكذا الخلول، الخلول جمع خل يعني، جمع خل، لان في خل تفاح وفي خل مش عارف ايه، انواع مختلفه بقى.
انواع الخل مختلف. ها السيرج، السيرج اللي هو ايه؟ العصير، العصر، اصلها العصر يعني. ومنها السرقه، السرقه اللي هم بيعصروا فيها السمسم، مش كده برضه يسموها السرقه؟ مش كده برضه؟ يعني السيرج، الشيرج بلغه المصريين سموها السيرج بالسين، وهي اصلا شين. كويس؟ المصريين يسموها سرقه، واخد بالك؟ سرقه اللي هي بيعصروا فيها السمسم ويحولوه الى طحينه. ما هو زيت السمسم طحينه، مش كده برضه؟ وساعات كمان يعملوا منها الحلاوه الطحينيه، يحطوا لها شويه سكر ومش عارف ايه، تبقى حلاوه طحينيه. وينتظم منها 10 مسائل، 5 صحيحه وخمسه باطله. وينتظم منها 10 مسائل، هيجيب لك بقى ايه الاحتمالات كلها، التوافيق والتباديل في المساله، عشان يطلع لك الصور المباحه والصور المباحه تفصيلا يعني. ولكن انت لو فهمت اللي فات انت هتفهم اللي جاي. وخمسه باطله، فالاولى خل عنب بخل عنب، خل رطب بخل رطب. ينفع هنا؟ يبقى لازم ايه؟ يبقى في التماثل. التماثل هنا خل عنب بخل عنب، يبقى لازم يبقوا قد بعض وزنا او كيلا، واضح؟ لان الاثنين اصلهم واحد. وخل رطب بخل رطب، وخل عنب وخل رطب بخل رطب، وخل عنب بخل رطب. خلف هنا. وخل عنب بخل تمر، وخل رطب بخل زبيب. فهذه الخمسة صحيحة، لأن الثلاثة الأولى لا ماء فيها، اتحد الجنس أو اختلف، اللي هي خل عنب بخل إيه؟ بخل عنب، وخل رطب بخل رطب. الخل ما فيهوش مية، وخل عنب بخل رطب ما فيهوش مية، وخل عنب بخل تمر، وخل رطب بخل زبيب. الثلاثة الأولى لا ماء فيها، اتحد الجنس أو اختلف، والثنتين الأخيرتين في أحدهما ماء واختلف الجنس، فما فيهاش مشكلة. خلاص؟ والثانية خل زبيب بخل زبيب، وخل تمر بخل تمر، وخل زبيب بخل تمر، وخل عنب بخل زبيب، خل رطب بخل تمر. فهذه الخمسة باطلة، لأن الثلاثة الأولى فيها ماء اتحد الجنس أو اختلف، بناء على أن الماء نفسه جنس ربوي. فأنا لو عرفت قيمة الخل مش عارف قيمة المية، والمية برضو ربوية، ما أنا محتاج ده بقى يبقى متماثلة في المية كمان. فهمت؟ وهو الأصح، والثنتين الأخيرتين في أحدهما ماء واتحد الجنس. وقد نظم الشيخ ابن عبد الحق قاعدة الخلول فقال: قاعدة: يجوز بيع الخل بالخل، أي ما لم يكن في كل من ذين أو في واحد لم يتحد جنسهما ماء، وإلا ففقد. قوله: فإنه يجوز بيع بعضه ببعض، أي بشرط المماثلة. احنا بقينا في زمن على أي حال ما عندناش حكاية المقايضات، فعندنا القواعد دي كلها بتربي بس ذهنك، بتعلم نفسك، لكن ليست لها تطبيق في الواقع. الواقع خلاص الحمد لله ما بقاش فيه مقايضات، كلها تعاملات بأوراق مالية وما فيهاش إشكال عندنا. فإنه يجوز بيع بعضه ببعض، أي بشرط المماثلة والحلول والتقابض، اللي هي الثلاث شروط أو المماثلة لمنع إيه؟ ربا الفضل، والحلول لمنع ربا النسيئة، والتقابض لمنع ربا اليد. إن اتحد الجنس كلبن البقر الشامل للعراب والجواميس بمثله، يبقى البقر والجواميس جنس واحد، وبشرط الحلول والتقابض فقط. إن اختلف الحلول والتقابض، شلنا التماثل أهو، يجوز التفاضل. إن اختلف الجنس كلبن الإبل بلبن الغنم الشامل للضأن والمعز. قوله قبل تجبينه، أي جعله جبنا، ولا يجوز بيع الجبن والأقط والمصل باللبن. لا يجوز بيع الجبن باللبن، ليه؟ لأن الجبن ده لبن وزيادة محطوط عليه ملح وأنفحة، فمش هعرف أنا أظبط التاكل.
مش كده بقى؟ لبن وزياده، ده الجبن. وبعدين الاقط لبن مجفف، عباره عن قطع لبن مجفف كده، عامل زي العجين، عامل زي ايه الكشك الصعيدي، يتشال كده زي العيش الناشف. ده الاقط كانت وسيله من وسائل حفظ اللبن زمان، واخد بالك؟ ما ينفعش برضه. والمصل باللبن، المصل اللي هو اللبن بعد ما يروق خالص وايه ويتجبن جزء منه والباقي يبقى رايق شويه، يسموه المصل. فما ينفعش ابيعه برضه باللبن لان الدسومه اللي فيه رسبت. ولا بشيء مما يتخذ منه لانها لا تخلو عن مخالطه شيء، اذ الجبن يخالطه الانفحه. الانفحه بكسر الهمزه، الانفحه وفتح الفاء. والاقط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق. ولا يباع الزبد بالزبد ولا بالسمن ولا باللبن، لان الزبد لا يخلو عن قليل مخيض، عن ايه؟ قليل من اللبن المخيض يعني. قوله فشمل الحليب اي بعد سكون رغوته، ومحل ذلك ما لم يغلى بالنار. لو غليته في النار لا يجوز، لان لو غليته في النار هيفقد جزء من ميته، ما تعرفش قد ايه، فاهم؟ والا فلا يجوز بيعه بجنسه بخلاف المسخن. هو النبي نص على الفروع دي كلها؟ ما نصش، لكن النبي نص على القواعد. يقوم الفقيه ميزته بقى يروح جايب لك القاعده العامه ويعملها في كل فروع احوال الناس، فيحولها بقى ايه لخطه عمل. ادي كلام الفقيه، فاهم؟ لان في بعض الناس المستعجل يقول لك يا اخي هو النبي يعني قال كده؟ قال كده يا اخي، ما تبيعش المخيط بالمخيط، وقال كده يا اخي، انتوا بتالفوا شرع جديد يا اخي، وروح سيبنا وماشي. ما ينفعش، لان كلام النبي قواعد عامه، والفقيه المسؤول ان هو يحول القواعد العامه دي الى مسائل خاصه في حياه الناس. ادي فائده الفقه، فروع الفقه كلها قايمه على كده. فشمل الحليب اي بعد سكون رغوته، ومحل ذلك ما لم يغلى بالنار، والا فلا يجوز بيعه بجنسه بخلاف المسخن بها بلا غليان، كما قاله الروياني. وقول والمخيض اي الخالص من الماء ونحوه. والمعيار في اللبن الكيل. احنا الوقت اللبن بنجيبه بالكيل برضه؟ بيع بالكيل، الراجل بيجيب الكوز كده، عنده كوز يدولك بالكوز، ما بيحطوش على الميزان، مش كده برضه؟ بس هو ايه بيقول لك كده عرفا، الكوز بتاعه يسميه كيلو، لكن هو لتر، هو لتر بس ايه يسميه كيلو. فالعبره التسميه خطا، لكن الواقع انه كيل، مش كده برضو؟ اي لا الوزن. وقوله حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وان تفاوت وزنا، تفريع على قولي والمعيار في اللبن الكيل. ومثل اللبن الزيتون، فيصح بيع بعضه ببعض متماثلا والمعيار فيه الكيل. فائدة، فوائد بقى يجيبها لك الامام ايه البيجوري كده، ملاش علاقة بالباب يعني. جاب سيرة اللبن فيكلمك شوية على اللبن، جاب سيرة اللحمة يكلمك شوية على اللحمة، يعني تبقى ايه حاجة بمناسبة كده. فبيقول لك اللبن افضل من اللحم، كما قعد الفقهاء مرة يتناقشوا اللبن افضل ولا اللحم افضل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في اللحم سيد الطعام، وقال في اللبن اللهم زدنا منه، في غير اللبن وارزقنا خيرا منه. حاجة تحير. طب اللبن احلى ولا اللحم افضل؟ يقوم الفقهاء يقعدوا بقى ايه يتناقشوا، بقت مناقشة عندهم. فهمت بقى ازاي؟ لان ده عنده ما يرجحه وما هو ضده، والتاني عنده ما يرجحه وما هو ضده، واضح؟ فيبتدي بقى الفقهاء يعملوا عقله. فبيقول ايه اللبن افضل من اللحم، كما اجاب به الشهاب الرملي لما سئل عن ذلك. ليه؟ لان اللبن اصله اصل اللحم. انت ما بتشرب لبن مش بتعمل عضلات؟ طب ما بتشرب عضلات بتعمل لبن؟ فهمت بقى ازاي؟ ما بيقولك على الاصل دور، يقولك على الاصل دور. وعلشان كده اللبن بيتم به التحريم في الرضاع، لانه بتنشز به اللحم والعظم، مش كده برضه؟ ينشز اللحم والعظم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللبن ينتج منه اللحم والعظم، فازاي يبقى الفرع افضل من الاصل؟ فهم؟ ده ملي الاصل يبقى افضل من الفرع. فطالما اللبن
اصل اللحم يبقى اللبن افضل من اللحم. شفت كلام الفقهاء ازاي فكروا؟ افهم بس طريقة تفكير الفقهاء دي، بتخليك بتصيغ لك فكر دقيق بحيث انك انت تعرف تميز بين يعني ايه المتشابهات وتطلع فيها فرق وتستنتج حكم، واخد بقى؟ كل الحاجات دي يعني عايزة اعمال عقل مش سهل. زي في اول الكتاب برضو لما عمل لك المناظرة، ايهما افضل، العقل ولا العلم؟ العقل ولا العلم؟ ها؟ قعدوا يتناقشوا. ما هو ايه؟ العقل اصله ايه؟ معناته التكليف، يعني من غير عقل مفيش شرع، مفيش تكليف، مفيش اتصال بالله. العقل ده مهم قوي. بس العلم ده هو ده اللي بيه بتعبد الله، وهو ده اللي بيه تعرف ربنا. وبعدين العلم ده بيوضع في العقل، فالعقل وعاء، والعلم يعني العقل إناء، والعلم يعني ما يوضع في الإناء. فهل ما يوضع في الإناء أفضل من الإناء ولا الإناء أفضل؟ شغلانة عايزة. فهمت إزاي؟ أدي طريقة الفقهاء، فعملوها في شعر كده، قالها في أول الكتاب يعني، قال لك: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. واضح؟ كل واحد بيقول حجته. العلم قال: أنا أحرزت غايته، وما قالش حجة، قال أنا لا أفضل حاجة. العقل قال له: أنا الرحمن بي عرف، مش الناس بيقول ربنا عرفوه بالعقل؟ طيب. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ ربنا اتصف بالعلم ولا بالعقل؟ بالعلم، بالعلم. فالعلم كبس العقل، فهم؟ فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فهمت بقى طريقة الفقهاء ازاي يقعدوا يجيبوا لك الحاجات المتشابهة، الحاجات اللي هي متشابهة دي، وبعدين في نفس الوقت ايه، علشان هو عايز ايه؟ عايز يثير فيك طريقة التفكير الخلاق، عارف اللي يسموه ايه؟ يعني كرييتيف، تبقى راجل كرييتيف. بيسموها كمان ايه؟ الزوبعة. يعمل في مخك زوبعة، يقوم الزوبعة دي يطلع منها برق، يقوم ينور البرق، يقوم يظهر ما خفي من العلوم، يقوم يصدمك بحاجة انت اصلا ما فكرتش فيها. يعني طول عمرك قاعد بتسمع العقل وبتسمع عن العلم، يعني فجأة عمرك ما خطر في بالك تقول ايهما افضل، ما جاتش في بالك ابدا. يقوم يجي مرة يروح صدمك يقولك ايهما افضل. دي بقى ايه؟ يسموها صدمة. صدمة. دلوقتي في مجالس البحث، في مراكز البحث العلمية الكبيرة، يقول لك كده، يقول لك العالم اللي هو يعرف يفكر في المعتاد اللي محدش بيفكر فيه ويحوله بعد ذلك، هو ده العالم الخلاق. لأن في أمور الناس خلاص ما بقتش تفكر فيها، بدهية. يعني قوانين الجاذبية، طول عمر الناس بتشوف التفاح والثمر يقع من على الشجر للأرض، لكن أول ما أينشتاين قال طب وهي ليه بتقع على الأرض؟ شوف، عمر ما حد سأل السؤال ده من ساعة ما سيدنا آدم ظهر لحد ما جاء أينشتاين من أبناء آدم، ما سألش سؤال. ولا نيوتن، نيوتن ما سألش نفس السؤال ده. فهمت إزاي؟ لأنه عادة، صار من كتر ما أنت بتشوفه كل يوم خلاص ده بدهي. أو العلم بقى يجي من مناقشة البدهيات. فهمت بقى إزاي؟ تيجي البدهيات، طب ليه وقعت؟ وليه ما سبتتش؟ وليه ما طلعتش؟ وليه ما وقعتش لحد حد معين؟ أسئلة كلها ما خطرتش في بال حد. لكن الطفل يعرف إنك لو رميت حاجة من فوق تقع. شفت بقى إزاي؟ أدي طريقة الفقهاء. يبقى الفقهاء كانوا بيربوا الناس على أحدث الطرق العلمية. فقهاءنا من 500 سنة ومن 1000 سنة بيربوا الناس على أحدث الطرق العلمية الحالية، وتلاقيها كلها في كتابهم وأنت مش واخد بالك.
منهج بحث، اسلوب تفكير، ما فيش حاجة اسمها عادة، كل شيء بقدر الله، كل شيء قابل للمناقشة لأن الله على كل شيء قدير. شفت كل حاجة يخلي مخك قابل لأنه ينفتح وينفتح وينفتح ويسبب أي علوم تجيب. دي عقلية المسلمين، العقلية المحترمة، إنما مش عقلية الناس المتجمدين المتزمتين اللي قافلين. لا، المسلم مش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الحكمة ضلت المؤمن حيثما وجدها هو أولى بها. شفت بقى؟ أدي الحكاية. ونقف على أي حال على فصل في أحكام السلم إن شاء الله. لكن على أي حال في موضوع اللبن أفضل من اللحم كما أجاب به الشهاب الرملي لما سئل عن ذلك، لأنه أصله وإن ورد سيد أدم الدنيا والآخرة اللحم. بيقول وإن ورد كده بس برضه اللبن هو إيه؟ أفضل، لأنه أصله والأصل أفضل من الفرع. ولما نعرف كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصله الأكوان يبقى هو أفضل الأكوان. نفس الحكاية، لأنه هو الرحمة للعالمين ورحمته سبقت غضبه. فلما كان الرحمة سابقة للغضب فيبقى النبي سابق في الأكوان، يبقى هو أصل الأكوان، وأصل الشيء أفضل من إيه؟ من كل ما تولد منه. يبقى ده دليل عقلي تاني على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كل الأكوان فروع وهو أصلها سرا ساريا في الأكوان، متأحد في عين الكثرة ومتكثر في عين الوحدة صلى الله عليه وآله وسلم، متردي بأردية الكبرياء والعظمة صلى الله عليه وآله وسلم. شفت كل ده تلاقي نفسك قاعد مخك يجري هنا ويجري هنا ويجري هنا ويجري هنا، وكله يوصلك لمراد الله منك أن تصير عارفا بالله، عالما بالله، عابدا لله. فهمت بقى المسألة؟ أدي ميزة علم المسلمين وفقه المسلمين. علشان كده لما حاربوا المسلمين تأخروا كثيرا، لعلمك. حتى الشيخ الندوي مؤلف كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يعني مبين ان العالم تأخر قرون عديدة بسبب معاداته للمسلمين، ولو كان شجع المسلمين في علومهم منذ قرون لكانوا تقدموا فوق ما تقدموا فوق خيال المتخيل. دي الحقيقة، لانها عقليات منفتحة، عقليات منفتحة بتعبد رب على كل شيء قدير. فترمى رب على كل شيء قدير وبديع، والبديع معناه يجري على يد من شاء من عباده كل جديد، يبدع. فأنت عبد البديع، فلازم تبدع بقى في الفكر وفي الايه وفي الصناعة وفي وسائل الحياة والمعيشة وغير ذلك، كل ده يبقى ماشي معك. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في أحكام السلم إن شاء الله بعد الأجازة، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأقم الصلاة.